نحن أهالي مناطق هورمان لنا ملابسنا الخاصة، ونحك هذا النوع من الأحذية الذي يسمى بالكردية كلاش، ويعود تاريخه إلى عهد الزردشتيين. ومنذ ذلك الوقت يشتغل الكثير من سكان هورمان بصناعة هذا النوع من الأحذية. صناعة الكلاش تحتاج إلى 4 حرفيين نسميهم أسطوات، لكل منهم جزء من العمل، وهناك أسر تتخصص بصناعة جزء معين من الأجزاء اللازمة لصناعة الكلاش. فمثلاً هناك من يغزل هذه الخيوط التي تحاك لتشكل ألياف تدخل في صناعة أسفل الحذاء. بعد تطعيمه بالجلد يتولى آخرون حياكة الجزء العلوي منه. في الغالب تختص النساء بإنجاز هذه المهمة، والحياكة تكون على مرحلتين: أولاً حياكة الإطار السفلي للحذاء، ومن ثم نقوم بحياكة الجزء العلوي منه. جميع المواد المستخدمة في صناعة الكلاش هي مواد طبيعية، لكن صناعتها تعتمد على مهارة الصانع. فالأسطوات الأربعة يواصلون العمل لستة أيام من الصباح حتى المساء لإنتاج زوج واحد من الأحذية. الكلاش مريح جدا، ويتميز بعزل جيد للحرارة صيفا شتاء، فهو مصنوع من نوع خاص من الأنسجة والمواد الطبيعية مثل الجلد الحيواني وشعر الماعز. ومن خصائصه أنه يمتص العرق ويمنع تسرب الماء إلى القدم. الكلاش هو الحذاء الأول في العالم الذي لا يسبب ضررا للبيئة. الأكراد في منطقة هورامان فقط هم من يستطيعون صناعة هذا الحذاء.